معروف زملكاوي جدا معانا النهارده في خلي بالك من كلامك. بالظبط كده، كان كاتب الكوره طلعت جول الحمد لله مش تسلل، ما بنعرفش ننام احنا في مواقف زي دي، ما بنحبش نكسب كده، مرض ده تقريبا عندنا. طبعا زملكاويه كتير كان في هدف شاكين فيه في مباراه الاتحاد في البطوله العربيه ان هو ممكن يكون تسلل او كده، فلما اتاكدوا ان هو هدف صحيح كتب البوست ده. والحقيقه ده اتجاه كبير جدا لمعظم جماهير النادي، حتى بدات تويتات كتير تعلق احنا فعلا عندنا ضمير حي وضمير صحي وما بنحبش نكسب ابدا باي هدف او اي خطا تحكيمي. طب تعالوا كده نشوف الفيديو ده ونرجع تاني نعقب عليه. نيجي بقى للعب طارق حامد هنا، اللعبه اللي جايه دي هنا طرد مستحق مباشر لطارق حامد لانه دخل فيها القوه وفيها السرعه وفيها الاندفاع اهو، وطبعا باسفل القدم او بالاستاذ داخل في رجل اللاعب، فبالتالي هنا اللعبه دي كانت تستحق الطرد بشكل مباشر. مبروك مبروك لكل الزملكاويه، افرحوا افرحوا. انا عايز اقول ان اللعبه دي بتاعت الهدف ان في دفع بين كاسونجو لمدافع سموحه. ناس كتير قوي بيبعتوا لي انت رايك في الجون، الهدف فاول ولا مش فاول يا كابتن خالد يا محايد، مين يستحق الطرد، ايه رايك في محمد فاروق؟ فانا بقول لكل الزملكاويه ما تركزوش، هذه هي متعه كره القدم، متعه تحكيم جزء، هذه هي متعه كره القدم. الكابتن خالد الغندور اللي لما يكون الخطا التحكيمي في صالحه بتبقى متعه كره القدم، لكن يا لو الخطا التحكيمي ما كانش في صالحه. مش بنقعد نقول حلقات ولا شهور ولا اسابيع، ده احنا بنقعد سنوات نتكلم ونرجع لنفس جول حسن شحاته 1982. طب ده كابتن خالد غندور، نرجع للكابتن اصلا عزيز الشافعي، هو قال ايه بعد نهايه المباراه برضو في تويتر نشوفها مع بعض كده. بيقول الحمد لله بزياده، الزمالك بطل الكاس كالعاده. فين يا كابتن عزيز اللي انت ما بتعرفش تنام؟ ازاي نمت الليله دي، وتحديدا الليله دي ليله تاريخيه لان كان في احداث كتير، ويمكن الباشمهندس فرج عامر اتكلم عن بوست طويل عن الموضوع، وهو كان اصلا اثاره في نفس الموقف ان فكر كان محتاج حكم اجنبي، وبعد ما تم الموافقه الحكم الاجنبي رجع لحكم مصري ومحتاجين بطوله، واتاخدت بخطا تحكيمي فاول وانذار او طرد لطارق حامد، احداث كتيره جدا حصلت. الاهم ان البطوله دي ترتب عليها يا فارس ان كمان الزمالك حقق الكونفدراليه، لان لولا البطوله دي الزمالك لم يكن يشارك في الكونفدراليه، فبطولتين اتحققوا بخطا تحكيمي بحكم مصري وبيرجعوا يشتكوا من التحكيم. والغريب ان هم يا احمد برضو ناموا مطمئنين، وكان كلام عزيز الشافعي مجرد تصريحات. ده الموضوع بس مش كعزيز الشافعي، ده انا عايزك كمان تستعرض بقى شخص بيكن دايما مشاعر فكره التحكيم والتقليل من شان النادي الاهلي، مع انه المفروض ان هو لاعب محترف والمشاعر دي تكون اهدى شويه على السوشيال ميديا.